وفريق امل الزرقاء صاحب الركله الاولى. اذا جهه المعطيات يكتمل نصاب الدور الثاني ودور الرجوع النهائي بتاهل كم تسقط مارس المدى امل الزرقاء هاتف اتلتيكو المرس ثم الشمال الانتقالي فرصه رميقي ولكن تسيف هذه الدكله فيما فريق جمعيه الشعلة وامل تقاد المخصص يحكم لنا الدوري الرتبه الثالثه والرابعه في المجموعه الثالثه برصيد ثلاث نقاط لعب ثلاث مقابلات الى هزيمه المقابلتين وانتصر في مقابله واحده وبالتالي مقابله اليوم تعتبر هي الاخيره لكلا الفريقين ليودع بذلك بحول الله منافسات دوري المرحوم محمد بوسعيد مشكورين جمعيه الشعله وامل اتحاد الاخصاص على عروضهم الطيبه طيله فترات الدوري كما قلت امل اتحاد الاخصاص الذي يعتبر ضيف الدوره الحاليه والذي تعتبر هي اول مشاركه له ضمن فعاليه دوري المرحوم محمد بوسعيد والذي قدم ضرائبه ومقابلات في المستوى اماتور لكن هذه سنة كرة القدم بطبيعة الحال كرة القدم تخضع لثلاث معادلات الهزيمة الانتصار والتعادل وبالتالي ونحن على مشارف تودية الدور الأول أشد وبحرارة على أيدي كل الفرق المشاركة التي لم يحالف الحظ المرور للدور الثاني وخصوصا الذكرى من فرقان شباب دبهوس أسود الخير رجاء فرانك حي داعش الأعمال الاجتماعية بلدية تزنيت مستقبل فرانك شباب دبهو الحي المحمدي أموركو الشعلة وأمل تفرد الأخصاص لكل الفرق التي أسفهم والتي ستودع المنافسات من الدور الأول لكم من اللجنة التنظيمية ومن جمعية تزنيت صدقة ورياضة كامل التشكرات على مشاركتكم القيمة وعلى روحكم الرياضية العالية طيلة فقرات الدور الأول على أمل إن شاء الله أن نقص شريط الدور الثاني ومقابلة الربوع النهائي الأولى التي ستعرف الحدة والتنافس يوم السبت المقبل. إذا نكون في موعد جماهير الوفية بعد غد إن شاء الله يوم السبت لتتابع مقابلتين قويتين الأولى ستجمع ما بين فريق تسبورت ونظير فريق أتلتيكو المرس فيما المقابلة الثانية سينازي من خلال فريق أشبال السكري إما فريق تيكو كلا سينازل إما بارسا الرميقي أو فريق أشبال السكري. إذا يوم السبت المقبل أي بعد غد إن شاء الله المقابلة الأولى تسبورت وفريق أتلتيكو المرس المقابلة تعيد بالفوجة المتعة على اعتبار أنها سنتعرف من خلالها على أول فريق سيحصل على بطاقة المرور للمربع الذهبي مقابلة النصف النهائي. فيما المقابلة الثانية لا زالت هوية الثقافة التركية مجهولة إلى حدود الليلة على اعتبار فريق الدكلة سينزل إما بارسا الرميقي أو فريق أشبال السكري هوية منافس الدكلة سنتعرف عليها إن شاء الله في المقابلة الثانية في الأمسية الرياضية والتي سينازل من خلال فريق بارسا الرميقي فريق اتحاد شباب دبلو. كيف ذلك؟ فريق بارسا الرميقي اذا تمكن من هزم شباب دبلو الليله باكثر من 5 اهداف سيحتل الرتبه الاولى وان تمكن من الانتصار باكثر من 5 اهداف سيحتل الرتبه الثانيه. هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله مباشره بعد نهايه هذه المقابله. اذا نعود للاجواء المنافسه في مقابلة جمعية الشعلة وأنا تقاضي الأخصاص نعيش على الدقيقة 55 ثانية دائما التعادل السلبي 0-2 بين كلا الطرفين تماس لصالح فريق تقاضي الأخصاص وتسلم الفرصة فرصة جميلة إذا أولى الفرص سهل التسجيل لصالح فريق أمل تقاضي الأخصاص لم تذهب بعيدا عن إطار محمد فارس جمال يزيدي زيدان الدين قروى قروى يجرب حده من خارج مربع العمليات ورشيد مصطفى يشير لركلة كرة مباشرة ضربة خطأ مباشرة لصالح يونس على مقربة من مربع العمليات. إذا الفرصة لصالح فريق أمل اتحاد الأخصاص بواسطة يونس بلا ورشيد مصطفى يأمر باحترام الأمطار القانونية للحائط البشري وبلا وراء التنفيذ وبلا ينفذ ترتطم برجل احمد الدخيات تترجمها في الاخرى لصالح فريق الشعلة سنان اوبلا
ضعيف الشرطة كترجع مرة أخرى من الصمود وتكتل كنا في فريق جنة الشعلة وأخيرا من كوتو غادير لرمي التماس. إذن مجددا هذه تحية خالصة لكم جماهير الوفية، تحية لكل الوجوه النيرة الحاضرة معنا اليوم وكما تعودنا في كل أمسية رياضية، وتحية نفسية خالصة كذلك لكل السيدات الأمهات الأخوات على حضوركم كذلك لمساندة ومتابعة الفلاحات التي تكون في هذا الحدث الرياضي المتميز. تحية خالصة كذلك لكل من ساهم من قريب وبعيد من الشركة الاقتصادية ومؤسسات أمي كذلك في دعمي وإنجاح تظاهرات دولة محمد حسين، وخصوصا بذلك على مستوى المستشارين شركة اتصالات المغرب، شركة المشروبات الغازية كوكا كولا، شركة أتاي شاكر، حالويا شكرنا مركز النسخ راشد كوكي، مدرسة أسامة الخاص صالح اللقاء، تأمينات كوسعيد، ثم صرح فوياج بالإضافة كذلك لكافة المحسنين ولكل الغيورين والملاعبين لهذا الحدث الرياضي. وتحية خالصة كذلك لسيادة عامل صاحب الجلالة على 5 سنين، تحية لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تسنيت ولرئيس المجلس الإقليمي وللسيد المدير العام لمندوبية وزارة الشباب والرياضة ولكل السلطات المحلية، المدير الإقليمي كذلك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ولكل رجال الأمن الوطني بالخصوص. هذه تحية خالصة للإخوة السادة رجال الأمن الوطني دائما الحضور ولدي ساحة المشوار لتأمين مرة الحدث الرياضي في ظروف ملائمة. إذا مشددا نشد وبحرارة على أيدي رجال المتاعب رجال الأمن الوطني على حضورهم الدائم كما قلت، يعتبر الشريك أساسي نجاح دوري المفهوم محمد حسين. إذا لكل هؤلاء شكرا جزيلا لكم مشددا على دعمكم المتواصل لفعاليات دوري المفهوم محمد حسين وهناك محفوظة مباشرة لتفراد الأخصاص تلفات من قروة فرصة تسديد لزالة الخطورة واردة من يونس تبنى تمريرة اتجاه لرياض رياض فسيس من مراوغات لازال احتفظ بكم مراوغات وبلا وتغطية دفاعية. عودة مدة في فريق جنة الشعلة كترجع مرة أخرى بالموحد